الارقام اللي كتحوم حول استهلاك البيض بالمغرب كترجم ان معدل الاستهلاك مازال منخفض مقارنه مع باقي الدول المغاربيه والاوروبيه، رغم الزياده الملحوظه اللي تحققت حسب الجمعيه الوطنيه لمنتجي بيض الاستهلاك، واللي انتقلت من 138 بيضه للفرد سنه 2010 الى 185 في 2018. هذا الفرق هذا فهو جاي لجوج ديال النقاط الاساسيه. الاولى وهي الـ يعني لا كولتور ديال لا كونسوماسيون ديال البيض في المغرب ما كايناش حاضره بقوه بحال اللي كاين في اوروبا. اللي جينا نشوف في اوروبا ولا في امريكا فمولفين انهم تيفطروا البيض، حنا مازال مولفينش هذه المساله هذه، كواكو كيلكو فامي اليوم اللي كيعطيو وليداتهم انهم يفطروا في البيض، اللي نعرفوا هذه القيمه الغذائيه ديال البيض. اللي جينا نشوف مثلا في المكسيك اللي عندها واحد الاقتصاد نقدروا نقولوا مقارن مع الاقتصاد المغربي، الاستهلاك فهو تقريبا بيضه في الفرد في اليوم، يعني ما يعادل 365 بيضه في الفرد في السنه. والجمعيه يعني دايره واحد المجهود كبير باش اننا نحسنوا هذا المعدل هذا ونطوروا الاستهلاك ديال المغرب، ولانه يعني عندنا ثقه كبيره في الماده الاساسيه اللي هي البيض بما فيها من مكونات، وتيقين ايضا في الانتاجيه ديال البيض، لان المغرب دار واحد المجهود كبير وكبير بزاف. اللي جينا نشوفوا من خلال تطبيق ديال القانون 49-99 اللي المغرب كيطبقوا من ابتداء من 2007، فكاين واحد قفزه نوعيه بالنسبه للدواجن في المغرب وبالنسبه للبيض اون بارتيكولي. هذا الشيء شاركوا فيه يعني الناس ديال القطاع اللي هما اللي بشراكه مع وزاره الفلاحه وبشراكه مع الانصاف، فكان واحد القانون، هذا القانون 49-99 اللي كيحمي المنتج المستهلك باش ان ذاك الانتاجيه تكون في واحد الظروف حسنه جدا، ظروف اللي كتمشي مع القوانين اللي كاينه في العالم كله. انتقلنا لأكبر سوق البيض بالمغرب المعروف بسوق البياضة المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية، والتي تعتبر أهم نقطة جميع وتوزيع البيض، بحيث كيستقبل ما بين 5 إلى 6 مليون بيضة في اليوم اللي كتوزع على مختلف مناطق المملكة. بالنسبة للسوق كما جيتو كتشوفوا اللي هو سميت سوق واد زنقة، راه لقيتوها زنقة ماشي سوق، وحنا كنسميوه السوق ديال الدار البيضاء وماشي السوق ديال الدار البيضاء، السوق ديال المغرب من وجدة إلى الكويرة، هذا هو السوق الواحد اللي كاين في المغرب، هو اللي كيحدد الأثمنة وهو اللي كيعطي العدد ديال التا ديال الانتاج ديال المغرب، هو اللي من هنا كيحدد كل شيء. البروتين المعادن والفيتامينات كلها عناصر غذائية كيحتوي عليها البيض، وبالتالي فهو مصدر غذائي غني للإنسان، إلا أنه ما كيدخلش في العادات الغذائية اليومية الكثير من المغاربة. أنا بالنسبة لي أنا البيض كناكلو مرة وصافي، ماشي زعما مرة وصافي، ماشي مشكل يومي. ضروري في الفطور عندي ضروري ما ناكل في البيض بلدي ولا بيبي ديما يوميا، روميلا ما كناكلوش، ناكلو مرة في الشهر مرة في، يعني اما انا عندي البيض بزاف بلدي ولا بيبي بزاف يوميا في الفطور، ضروري خصني ناكل انا البيض بلدي في الفطور. نوا حنا الا جينا نقولوا البيض المغاربه راه ما كياكلوش البيض، بحال الدول الاخرين اللي كتلقى وصلوا الناس ل 300 بيضه للراس و 320 بيضه، حنا يلا وصلنا 180 بيضه ولا 181 بيضه، حنا الاستهلاك مازال ما وصلناش، حنا الاستهلاك اللي كاين عند الدول الاخرين باقيين حنا مؤخرين بالنسبه للناس الاخرين. كاين الوقيته اللي كيكون شي الاستهلاك ما بين شعبان ورمضان هو اللي كيكون فيه الاستهلاك، ولكن الحمد لله سبحان شعبان وبحال رمضان الاثمنه كيبقاو دائما مستقرين، ان هو المنتوج موجود، السلعه موجوده، ما بقاش التخوف اللي كاين بكري السلعه اليوم غادي تخاصو غدا ما غاديش تكون، دابا راه السلعه غاديه مزيانه بحال رمضان بحال شعبان، المواطن ما عنده من شي يخاف غياكل البيض. اليوم تنقولوا واقد غير البيض وخذ غير البيض والمطيشه، الوغ كو نو 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 اي نو، لان البيض فربي سبحانه وتعالى باش نعرفوا ف سي اون سورس دو في، الكتكوت كيخرج من البيضه، بما انه كيخرج من البيضه الا وكاين توت لي كونديسيون دو في غيوني. نقول لكم اكثر لي اوجوردي باش نديرو ان ميليو دو كولتور في لابوغاتوار فكنديروه بالبيض باش داك البكتيريا تيجيو ياكلوا فيه، لان يحتوي فيه جميع المكونات. شوف سبحان الله، اي اون بليس دو سا عطاه ربي واحد الغشاء لا كوكي، داك لا كوكي لي بوغوز اي ريسبير، يعني هذا البيض هذا سي مكون بوحدو، يعني عنده جميع انواع، يعني الا جبنا البيضه لي زابور ديالها ما عمر نلقاوها في شي ماده اخرى. عندنا البروتينات، البروتين ديال البيض فهو المعيار ديال لي بروتين دوريجين انيمال كيتسمى لوفالبيوي، كاين في البلون دوف دايوغ. الى شينا نشوفوا تو لي كران سبورتيف الى سولتيهم شنو كياكلوا بور فيغ دو رونفورسمون مسكولير تيقول لك سي لو بلون دوف،
اي كونسوم دي كونتيتي انورم. لي فيتامين، جميع انواع الفيتامينات اللي كاينين، لا فيتامين ا، لا فيتامين دي، لا فيتامين او، توت سي فيتامين لا اي سون بريزونت اي اون كونتيتي في البيض. باش نرجع للبروتيين، اليوم الى جينا ناكلو 2 زو بار جور، سي ليكيفالون دو 100 غرام دو 100 غرام دو فياند ان تيرم دو بروتيين دوريجين انيمال، افيك ان بري قلت الثمن فهو الثمن اربعه المرات اقل. سي دوماج كو يعني كنقولوا غير قضيب البيض، ولكن راه البيض سبحان الله العظيم راه فيه جميع المكونات وغير ناكلوه بدون اي مشكل. كي توفر المغرب على 252 ضيعه مرخصه ولينتجات ما يعادل 7 مليار بيضه في السنه، رقم كيغطي 100% من حاجيات المغرب من الاستهلاك، وكيحقق الاكتفاء الذاتي، والفائض كيتم التصدير ديالو لبعض البلدان الافريقيه. الانتاج هو الاستهلاك، يعني كل داكشي اللي كنشوفو كنستهلكوه. هنا واحد النقطه اللي بغيت نشير لها هي انه ما كاينش لحد الان استيراد ديال البيض في المغرب، يعني كل البيض اللي كيدار اللي كيتنتج في المغرب فهو بور لا كونسوماسيون ناسيونال. كاين اون توت بوتيت بارتي اللي كتكسبورتا بور كيلكو باي د افريك، ولكن اون امبورت با لو ماروك نامبورت با لي زو، يعني واحد عندنا واحد الاكتفاء ذاتي بالنسبه للبيض، وهذه يعني مساله اللي حنا فخورين بها باش نقدموا للمواطن المغربي داكشي اللي كيحتاج من البيض.